مش الحال ان شاء الله سيدي؟ ولا لا اعمل عظامك مكاحل، عم تتعدى على الحريم؟ لك يا سيدي الله وكيلك كذابه. انت معك حجه البيت اللي جاي تستلمه؟ سيدي معي العقد وعليه بصمته. ايه وشو بيثبت لي انه هاي بصمته؟ سيدي شوفها بعينك بصمته. لا يا بدي احفظ لك بصمات اهل الشام كلها لانه خذوه. لك يا سيدي الله يوفقك. والله بتجن علي، يا الله وكيلك يا سيدي. الله يعطيك العافية. أهلين أخي. الله السيد أبو خالد موجود؟ لا والله طلع من الصبح ولهلأ ما رجع. مين حضرتك؟ لا مو مشكلة، بس يرجع أبوكي برد بمره لعنده مرة تانية. مين أبي؟ أبو خالد. أبو خالد بيكون جوزي. شو هالحكي؟ لا تواخذيني الله يخليكي، والله فكرتك أنت بنته أو يلا السلام عليكم. أنا تعرفت عليه بسوق الدهب، محل الصاغة. أخذ لي آلاتي بحكياته الحلوين. حلوين حكياته مو حلوين. هي حلوة برا إن شاء الله. شو يا بعدي؟ هيئته ما كان يسمعك حكيات حلوين؟ لا والله. كان ملسن المقوص، ليش الكذب؟ يبعت له عمه. يبعت لي قتلي شو حوبي. أنا كيف هيك تنازلت له عن البيت؟ لك صحي؟ أنت أساساً ليش لحتى تعملي له وكالة بأملاكك؟ هلا هو كان مدللني كتير وعززني، وكان مبين عليه ابن حلال. قال لي يا زكية عملي لي وكالة أحسن ما تضلي طالعة نازلة كل ما بدي أجر شي من أملاكي. إن شاء الله بعد ما وبصفى بلاه. قال شو قبل ما يسافر؟ قال لي يا ذهب يا ذهبة دخيل قلبك، بركي بتعطيني كل صيغتك. والله علي دفعات كوميات لهالتجار وأخذهم. وأنا كمان ذهب يلي على الورقة هي بصمته؟ ايه قلبي حاسسني انه بصمته، بس أنا قلت انه لا مو هي، بركي بتتعركس هالبيعة. ولي على طولي لك هذا البيت ورثة ابني من أبوه الله يرحمه. ليش انت كمان كنتي متجوزة؟ اي الله يرحمه الثاني. وانا كمان كنت ارملة وقت تجوزني. ولي على قامتي؟ يعني نحن التنتين راحت علينا، خسرنا كل شيء.